السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله واحد الوصفه تجي زوينه بزاف، الدجاج مشرمل. هكذا كيكون، هكذا صاين يعني، هكا صحيح من الاحسن الا كانوا هكذا صغارين. هنا عندنا داكشي ماشي صغير شي كبير، ولكن ماشي مشكل. هنايا توريا ديجا حيدت هاد الوريقات هادو وقطعاتو بحال هكذا. شفتوا كيفاش كيتقطع؟ كيتقطع هكا، شرحاتو هكا. والفلفله حتى هي ومطيشه. دابا هادشي كله غادي تدخلوا ان شاء الله يتشوى في الفران، ومن بعد غنتلاقى معكم ان شاء الله باش نكملوا الوصفه. هانتوما البنات، من بعد ما يعني نقاتهم كاملين سخنات الفران، ودابا دهناهم بزيت الزيتون وغادي ندخلوهم يتشوى في الفران ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات، الفلفله ومطيشه زولنا لهم القشره، ودابا غندوزوهم في ديك الطحانه ديال المطيشه، ومن بعد نعاود نتلاقاو ان شاء الله. صافي، هنايا توريا دوزات هاد الفلفله ومطيشه في الطحانه ديال المطيشه، ديك الطحانه اليدويه، ودابا غادي تزيدي التوابل ديالك يا توريا. العطريه، يلا شنو غتزيدي دابا؟ الهريسه. الهريسه ندير الخرقوم. ايه ندير السكنجبير. ايه العطريه العاديه وصافي. العطريه العاديه والبزار. ايه والمليحه، التحميره. فلفله حمراء. والكمون. والكمون دير غير، يلا صافي. كمون مهم على حسب الذوق، الا خفتو يمرر ليكم تقدروا تخليوه حتى للخر شويه. دابا غنخليوها تشحر حتى تنشف مزيان من الماء، ياك داك الماء اللي تيكون في مطيشه. صافي، وعاد غنزيدو ليها قطعات الربيع، يعني الربيع هو القزبر والمعدنوس بجوج والثوم، ياك الثوم. صافي، هادشي اللي كاين. صافي، هنايا ملي تقلص شويه يعني الحجم ديال هاد الصلصه، حيد شويه الماء. دابا غنزيدو، زدت هنايا الحامض المصير، وزدنا القزبر المعدنوس والثومه مقطعين مع بعضهم. غنزيد نشحرها غير شي شويه، صافي وغتصبح واجده. كيف كتشوفوا هنايا، من بعد ما وجدت الصلصه دجاج تشوى، حنا دابا كتعمر ما بين القطعه والقطعه، كتعمر بالصلصه باش كيشرب. ياك توريا؟ ايوا. ودابا اما تدخلوه، تعاودوا تدخلوه للفران باش الدنجال يشرب، او نطيبوه في الطاجين. ما عرفتش حنا كيفاش غندير، كيفاش غدير؟ ندخلوه للفران ولا نطيبوه في الطاجين؟ نطيبوه في الطاجين. صافي، نطيبوا واحد شويه، غير شي شويه غير باش ديك الدنجال يشرب وصافي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الدنجال مشرمل. شفتوا كي كيجي؟ كيجي لذيذ بزاف، باين لذيذ عمن المنظر ديالو. الله يعطيها الصحه توريا. شكرا بزاف على حسن المتابعه، والى وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.